فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم نعم، تمام المسلم. الحديث ذكر نموذجا نعم. من التشبه بهم. الله جل وعلا شرع لنا السلام على من لقينا من المسلمين. السلام بداءته الابتداء به سنة ورده واجب. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. فالسلام مشروع على المسلمين لما فيه، وقال صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن سبب دخول الجنة بسلام إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل. فإفشاء السلام بين المسلمين أمر مطلوب لما فيه من المصالح ونزع الحقد والتهاجر وزرع المحبة بين المسلمين. لكن يكون السلام بالكلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيرد ويقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن هذا دعاء وإظهار للمحبة والأخوة بين المسلمين، فلا يأتي به بالإشارة كما تفعله اليهود والنصارى، أنهم يسلمون بالإشارة دون الكلام، إما برأسه وإما بيده. فهذا لا يعطي فائدة السلام المشروع. ولكن ذكر العلماء أنه إذا كان المسلم عليه بعيدا ولا يسمع الصوت فإنه يسلم بالتلفظ ويرفع يده إشارة لتنبيه المسلم عليه، لكن لا يقتصر على الإشارة حتى مع البعيد، وإنما يتلفظ بالسلام، يقول: السلام عليكم، ويشير بيده لأجل أن ينبهه أنه يسلم عليه فيرد عليه السلام. نعم. ويمكن لأن الأجر يحصل بقولها السلام عليكم، هذه يحدث السيارة كثيرا، بعضهم يكتفي بالإشارة. لا، السلام عليكم لا بد منها التلفظ، أما إشارة. إشارة بدون تلفظ هذه تحية اليهود والنصارى، ونحن منهيون عنها.